في البداية نحب أن تعطينا فكرة عامة عن شبكة المعرفة ودورها في الوسط التعليمي. شبكة المعرفة المدرسية هي إحدى مبادرات المجلس الأعلى للاتصالات بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم. الشبكة هي نموذج رائع لعملية التواصل بين ولي الأمر والطالب والمدرس والإدارة المدرسية. تقوم الشبكة على مبدأ المشاركة والتعاون. من خلال الشبكة يمكن للمدرسين عمل مصادر تعليمية واضحة على الشبكة، مشاركتها مع بقية المدارس. تم إلى الآن إنتاج أكثر من 1000 مصدر تعليمي على مستوى دولة قطر، أنتجوها مدرسو قطر. هذه المصادر مرت بمرحلة إدارة الجودة وهي صالحة ومتوافقة مع المعايير الوطنية للمناهج. شبكة المعرفة المدرسية أتاحت للمدرسة أن تصبح شاشة صغيرة، أتاحت لعملية التعليم أن تصبح عملية متواصلة مستمرة على مدى 24 ساعة في كل يوم. لم تعد أسوار المدرسة هي الحاجز لعملية التعليم، ولم يعد التعليم مقتصرا على القاعة الصفية، بل أصبح الطالب على تواصل مع مدرسيه في كل مكان، وأصبح المدرس على تواصل مع طالبه في أي زمان. شبكة المعرفة المدرسية تجربة رائعة تتميز بها دولة قطر. نتمنى أن تستمر هذه الشبكة، ونتمنى أن تدخل المدارس الأخرى الغير مشاركة حاليا في شبكة المعرفة المدرسية، لأنها بالنسبة لنا وبالحديث عن نفسي ومدرستي كمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين كانت الفائدة عظيمة جدا، وعلى مدى السنوات الماضية لمسنا فرقا ملحوظا في نتائج الطلاب، لمسنا فرقا ملحوظا في مهارات الطلاب، في مهارات المدرسين، في الدافعية للتعلم، لأن لغة التقنية أصبحت هي لغة العصر، والمدرسة إن لم تكلم الطالب بلغة عصره أصبحت مكانا منفرا للطلاب. فالطلاب منغمسون في التكنولوجيا منذ نعومة أظافرهم وحتى قبل بداية مدارسهم، فلا بد للتقنية أن تكون هي لغة المدرس وهي لغة المدرسة التي تخاطب بها الطالب. ما أحب أن أزيد على شبكة المعرفة المدرسية هي الشكر الجزيل للمجلس الأعلى للاتصالات ولجميع القائمين على إدارة شبكة المعرفة المدرسية من الناحية التقنية والناحية التربوية، والجانب التربوي أيضا لم يتم إغفاله في شبكة المعرفة المدرسية، حيث يوفر المجلس على الاتصالات من خلال الشركات التربوية ومن خلال الجامعات البحوث والدعم والإسناد والتدريب للمدرسين فيما يتعلق في الجوانب التربوية مثل إدارة المشاريع والتعلم من خلال المشروع والفروق الفردية والتعلم المبني على عدة مواد دراسية وإلى آخره. حاليا كنا بنتكلم كتير حيث ممكن يتم عملية تأخير للدراسة بسبب إنفلونزا الخنازير اللي موجودة حاليا، أو كان هناك خطة إن في حالة لو تم عدم مروح الطلاب للمدارس هيتم تدريس أو يتم بث المادة العلمية عن طريق شبكة المعرفة. هل في فعلا برامج أو تم إعداد خطة لمثل هذه الطوارئ؟ شبكة المعرفة المدرسية قائمة على فكرة التواصل، فعملية الاتصال غير محددة بزمان ومكان، وهذه كانت البداية. تم وضع استراتيجية وخطة عمل في حالة حدوث تفشي لفيروس H1N1 أو في حالة أي طارئ آخر. خطة التواصل تحدد مهام ومسؤوليات أي عنصر من عناصر العملية التربوية في المدرسة. بالنسبة لتحميل المواد الدراسية التي تم إعدادها من قبل المدرسين، تم وضع موقع يسمى موقع تواصل. هذا الموقع له مساحة عالية جدا للتحميل، يستطيع أن يتحمل آلاف المصادر التعليمية، في الآن في حوالي 1000 مصدر تعليمي كما ذكرت سابقا. الموقع هذا متاح لجميع المدرسين، ليس من الشرط أن تكون لك إذن خاص للدخول على هذا الموقع، بل هو موقع مفتوح عام لكل مدرسي دولة قطر. على الجانب الآخر في المدرسة الفعلية تم وضع خطط بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لمكافحة خطط وقائية على سبيل المثال، أو خطط علاجية واستجابات في حالة حدوث حالة لا سمح الله في المدرسة لهذا الفيروس. تم برضو استخدام الموقع أو يمكن استخدامه في عملية نشر زي نوع من التوعية للطلاب يعني، أو حدث حاجة زي كده؟ كما تعلم الموقع مقسم إلى مواقع فرعية، مواقع لأولياء الأمور، مواقع للمعلمين، مواقع للطلاب. يمكن استخدام هذه المواقع لنشر التوعية على مستوى عام على كل شركاء التعليم، ويمكن استخدام الموقع لمخاطبة فئة معينة من شركاء التعليم أو لمخاطبة صف دراسي معين. يمكن أيضا من خلال موقع الفصول الدراسية وضع المصادر التعليمية الخاصة بالفصل الدراسي المعين في نفس موقع الفصل، ومتابعة تطبيق
هذه وتنفيذ هذه الدروس من خلال الأحداث ومن خلال المنتديات الموجودة ضمن الفصل الدراسي نفسه ومن خلال لوحات المناقشة التي يقوم الطلاب من خلالها بتبادل الأفكار حول كيفية استخدام مصادر التعلم وكيفية حل الدروس والواجبات. يمكن أيضا من خلال شبكة المعرفة المدرسية في حالة إذا استمر الغياب لفترة طويلة القيام بعملية تقييم لتعلم الطلاب من خلال إكزام إكسبرت وهو إحدى الأدوات التقييمية الموجودة في شبكة المعرفة المدرسية. دائما التعليم قائم على عملية التفاعل، يعني لازم التفاعل ما بين المدرس والطالب زي ما قلنا، أو التواصل ما بين عناصر العملية التعليمية. من خلال شبكة الكينت هل هيبقى في تقدر الطالب أن يتحدث مع المدرس من خلال الشبكة، أو في برامج معدة لذلك تكون سريعة، يعني بسبب أن بيبقى الطالب بيحتاج الوقت والمدرس بيحتاج الوقت لأن كل واحد منهم له وقت معين، هل في حاجة معدة لذلك؟ نعم، كما تعرف ويندوز لايف يمكن تبجو من خلال شبكة المعرفة المدرسية، هذا يتيح عمل دروس مباشرة وبث مباشر للمعلم وهو يقوم بأداء الدرس وعرض الدرس، يمكن استخدامه من خلال شبكة المعرفة المدرسية. كما أضيف هنا بأن الديسكشن بوردز الموجودة في شبكة المعرفة المدرسية تتيح للطلاب تبادل الأفكار حول الواجبات، كما أن المنتديات الموجودة للمعلمين تتيح أيضا التواصل، فهذا التواصل يمكن أن يحدث في نفس الوقت كما هو الحال في برامج مثل ماسنجر وهي برنامج أيضا متوافقة مع شبكة المعرفة المدرسية، أو كما هو الحال في أي منتدى من المنتديات. هذه عملية التفاعل قائمة على وجود مرسل ومستقبل. في حال عدم تمكننا من وضع المرسل والمستقبل في نفس البيئة الجغرافية ونفس البيئة الفيزيائية يمكن عمل التواصل بينهما من خلال شبكة المعرفة المدرسية للاستعاضة عن وجودهما في داخل القاعة الصفية، وعمل تفاعل من خلال تبادل الأفكار، من خلال رد الطالب على المدرس، من خلال إرسال الطالب واجب للمدرس، من خلال البريد الإلكتروني الموجود لكل طالب ومدرس وولي أمر. تحدثنا وقلنا ان من السهل ان لطلاب المرحلة الثانوية او الإعدادية استخدام الكينت لندوب سنهم، كيف يتم التعامل مع طلاب المرحلة الابتدائية؟ يعني كيف ان طالب في المرحلة الابتدائية سيقوم بتحميل الدرس سيقوم؟ هو بداية الانترفيس الواجهة الخاصة بشبكة المعرفة المدرسية تختلف من المرحلة الإعدادية للمرحلة الابتدائية. الواجهة الخاصة بالمرحلة الابتدائية مبسطة جدا، تسهل على الطالب الوصول إلى مصدر التعلم وإلى الواجبات. أيضا تم تدريب المرحلة الابتدائية بطريقة مختلفة عن تدريب المدرسين المرحلة الثانوية، فطريقة التعامل سواء من ناحية تربوية أو من ناحية تقنية مع مدرسي وطلاب المرحلة الابتدائية كانت مختلفة عن المرحلة الثانوية والإعدادية منذ بداية المشروع. لم الشبكة ما بين أكثر من مجموعة من الطلاب مع المدرس في آن واحد؟ نعم. هل تتيح هذه الإمكانية أن يتم المشاركة؟ متاح حاليا، يمكن للمدرس أن يحدد وقت معين لطلابه يبلغهم فيه من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل القصيرة بأن المدرس سيتواجد مثلا في الساعة الفلانية على موقع شبكة المعرفة المدرسية مناقشة الدرس الفلاني. يمكن لطلاب فصل دراسي أو طلاب مرحلة، طلاب الصفوف السوابع كاملين أن يتواجدوا على شبكة المعرفة ويتبادلوا الأسئلة والأجوبة مع المدرس في نفس الوقت. هذه الخاصية طبقت سابقا أثناء الامتحانات والاختبارات حيث كان المدرس يتواجد أحيانا ليجيب عن أسئلة الطلاب، ويمكن تطبيقها حاليا في حال تفشي الفيروس. هل تم وضع استراتيجية من قبل المدرسة لتحديد مواعيد معينة يمكن التقاء الطلاب بالمدرسين عبر الشبكة في خلالها؟ تم وضع خطة بأدوار ومسؤوليات المعلمين والإداريين في المدرسة. الخطة تشمل أيضا على نقاط الاتصال، تشمل أيضا على المواعيد قدوم المعلمين. المعلمين أصلا يعني من المفترض أن لا ينقطعوا عن القدوم للمدرسة إلا في حالة إصابة بعضهم بالفيروس لا سمح الله. الخطة أيضا تشمل الطلاب الغير قادرين على التواصل، يمكن توفير نسخ ورقية لهم من الواجبات والمصادر التعليمية. أما بالنسبة لتحديد مواعيد حضور المدرسين في يوم معين أو في ساعة معينة، هنالك سياسة عامة إنه في كل 3 أيام مثلا يمكن أن يكون هنالك درس تفاعلي، أو كل أو في قبل الاختبار أو نهاية الأسبوع. هذه السياسة يمكن وضعها، لكن تحديد موعد محدد بساعة محددة هذا يتم تحديده أثناء الانقطاع وإبلاغ أولياء الأمور فيه من خلال الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني ونشر الوعي من خلال شبكة المعرفة المدرسية بين الأخبار والأحداث القادمة. يمكن إبلاغهم أن اليوم الفلاني سيكون هنالك درس تفاعلي نرجو الحضور، لأنه الآن لا نعرف متى سيتم الانقطاع حتى نحدد يوم الدرس أو ساعة الدرس، لكن نضع سياسة عامة. يمكن وضع سياسة عامة كل 3 أيام أو كل نهاية وحدة أو كل يوم خميس أو كل يوم هنالك مراجعة، كل يوم هنالك درس ساعة كذا، هذا يمكن وضعها في حينه.
سمعنا عن نموذج تطبيق مدارس الواحة التكنولوجية، ربما سمعت عنه، ممكن تعطينا المزيد عن الموضوع؟ مشروع الواحة الرقمية هو مشروع مطبق في 4 مدارس في دولة قطر: مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، ومدرسة الوكرة الإعدادية، ومدرسة الوكرة الثانوية. المشروع هو عبارة عن دمج تكنولوجي في العملية التعليمية من في المستوى الرابع والأخير من مستوى الدمج التكنولوجي حسب استراتيجية المجلس الأعلى للاتصالات. تسعى إدارة التعليم الإلكتروني في المجلس الأعلى للاتصالات لجعل هذه المدارس مدارس رائدة على مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة. المشروع قائم على توفير نظام 1-to-1 PC، يعني لابتوب في أيدي الطلبة، وتوفير برامج لإدارة الصفوف، وتوفير محتوى إلكتروني للطلبة، ودعم عملية التواصل أثناء القاء أثناء الدرس وخارج الدرس من خلال شبكة الإنترنت اللاسلكي في المدرسة ومن خلال الإنترنت في البيت. المشروع رائع جدا ونادر جدا، وله متطلبات كثيرة جدا أيضا في نفس الوقت. نحن مدرسة مشاركة في المشروع وسعداء بهذا المشروع، ونتمنى أن يتطور المشروع ليشمل مدارس أخرى.